كتير مؤثر هذا الشيء كتير عن جد. شو عن جد؟ أسألها لحالي شي سؤال. ليه شو في؟ يا عمري روقي. شو؟ اشتقت لها لأمي كتير. احنا صار له زمان ما حدا بكي عنا معلش. احنا جيسي عبد الله مرحبا انصار التبكي. كيف قدرت يعني تخجلي يا بالحد امي؟ ماما انا كثير بحبك وكثير اشتقت لك ومبسوطه بكل كلمه قلتيها يا ماما. الله يرزقني رضاك يا رب ورضا بابا ويطول لي بعمركم يا رب وتضلوا هيك تاج فوق راسي وراس اخواتي. شكلك انت العاطفيه وهديك قويه ما شاء الله. لا ما تاثرتي لا شفتك بكيتي ولا شيء. لا عادي انا بشوفها لامي كل يوم. كثير حبيت ورفقاتي كلهم بدي اوجه لهم تحيه كل وحده. امي واقفه لشو؟ يا رب. نحفيني. شو الموضوع نحفيني؟ عندي مشكله انا شوي ما بعرف لاني كثير باكل حلو فشهر بتلاقيني بسمن شهر بنحف دائما. نحفاني ولا سمناني؟ لا سمناني. عادي لك يلا. ايه نحفيني. ها هي صديقتي بدي وجهها. جاوبي على فاديه. تحياتي فاديه حبيبه قلبي فاديه. فاديه الطويل هي بالنسبه لي مو بس صديقه هي ملهمه. بدي وجه لها تحيه كثير كبيره. هي ملهمه وهي مثل اعلى لكل امراه قدرت انه تتخطى صعاب الحياه وتكون امراه صاحبه اراده وصاحبه تاريخ ونجاحات. شو كان سؤالها فاديه؟ قالت لك كيف هلا صرتي صاحبه بصمه؟ أنا بدي أقول إنه اللي أنا فيه هو الأساس اللي ربيت عليه. صاحبة بصمة يعني أنا بنقل مشاعري وأحاسيسي بترجمه من خلال فني وكل حدا بيعرفني يمكن بيلمس هذا الشيء لأنه هو نابع من جواتي. فأنا دائما بقول هو يعني سبب استمرارية أو سبب وصول كل شخص للناس هو قديش هو الصادق من جوا. فالحمد لله بعتبر بنتك مرقتيها بدون ولا شيء. بنتي عم تسألني سؤال أنا كتير بنسأله إنه أنت كيف بتقدري. أول شيء ماما أنا اللي فخورة إنه أنت بنتي. أنا اللي فخورة إنه أنت بحياتي وأنت سبب سعادتي أصلاً بالحياة. عم تسألني إنه أنت كيف أنت بتقدري تكوني صاحبة طاقة إيجابية بالرغم من ضغوطات الحياة. أنا مؤمنة إنه يعني نحن اللي بنقدر نغير واقعنا. السعادة بتنبع من الداخل. السعادة قرار. برافو عليك. السعادة قرار. أصلاً أنت أستاذ يعني أنا كثير باخذ الحكم يلي أنت بتحكيها والمواعظ وخلينا نقول مما قرأنا وسمعنا وعشنا وجربنا صحيح. طيب